السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير. انا هنا جيت عند اختي حيت كتوجد البيتزا. شنو هذا امي سميرة؟ زعتر. صح سخنتي شويه؟ اه شويه شويه. لا هذه لا ما ديش مطحونة، وهذه موزاريلا. العجينة خبيت فاضت ما شاء الله. شحال درتي في العجينة؟ العجينة درت فيها القمح الكامل ديالو والقرص، شويه الملحة، الخميرة، صافي، والماء، وشويه زيت الزيتون. صافي وخليتها تخمر. صافي شنو غديري دابا؟ انا غنديرو شويه ديال الزعفر هنايا، نحكو صافي. باش كتنسي الصلصه، شويه ديال الثومه، شويه الملح، لا مازال الثومه، ملح، شويه زيت الزيتون، شويه البزار ولا الحار. صافي دي شويه ديال الهريسه حار. غتزيدي الملح، الملح وزيت الزيتون. صافي وهاد الصلصه واش عليا واش هنا سميرة شكلتي كويرات ياك؟ نخليوهم تيخمروا شويه وعاد باش نعاودو نقرصوهم ان شاء الله. ودابا تسنيم بنت سميرة اختي، واش كدير؟ شبي كوا تسنيم؟ شامبون نيتر لي دات، جانليف لو نويو، ابري جو مي دو اماند ان بو انفيرسي. اه برافو، سي تري جولي ما شاء الله. سميرة صافي دابا خمرو. اذا العجينه كتخليها تخمر جوج مرات، المره الاولى المره الثانيه كتخمر غير شويه عيب باش يجينا ساهل في التكراس. صافي كتسرحيها، صافي تسرحيها عيب بيدك بحال هكذا. هي بخي تقدري تبغي تسرحيها بالرولو تقدري. صافي ها هنا دابا غدهني بالدهني نديرو هاد لاصوص ديال المطيشة. دابا سخنتي الفرن ولا كتخليها شويه تخمر عاوتاني مره ثالثه ولا لا؟ عيد عيد عين نقرصها ونرميها ديك الساعات. صافي عندي دابا كنديها بالصلصه الطماطيم. صافي غندير فيها شويه البصله، هي ده حسب الذوق، كاين اللي كيبغيها كاين اللي ما كيبغيهاش. كتعجبني البصله، انا ولادي ما كيبغيوهاش، دونك غندير وحده بلا بصله وحده وشي الاخر بالبصله. صافي دابا غتدخليها، انت كتدخليها ندخلها للفران طبي الاول عاد باش ندير الفرماج، عين ندخلو عي كيدوب صافي ونحيدها. سميرة اختي راه البيتزا ديالها زوينه، كلشي كيحمق عليها. صافي دابا ديري هادشي. صافي ونزيد شويه الزيتون، الزيتون مقطع مقطع، الزيتون الاسود اسود. تزيدي دابا؟ اه نديرو دابا على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الخضر كاين اللي كيبغي الزيتون. واش توجدي لي انا وحده بلا فرماج؟ اه ندير وحده بلا فرماج وحده بلا بصله. هنا كتزيدي الزيتون، صافي مدخله الفران. اللي جا عندنا تيقول لها ديري لنا البيتزا لان البيتزا ديالها بنينه. صافي كتدخليها قلتي؟ صافي ندخلوها الفران تطيب. انا كنديرها في التحت ديريكت منها
عندي فران ديال الضو كنديرها في من التحت كاع كطيب صافي وندير الفرماج من الفوق ونطلعها الفوق شويه غير يذوب الفرماج ونخبزها. المهم هي سميره اختي مشات قبل ولادها خلت لي هاد نكمل انايا البيتزا. المهم هي الطريقه ديالها كتدخلها طيب هي الاولى ومن بعد ملي كتخرجها عاد كترش كتسرح عليها هاد هي كتستعمل غير موتزاريلا بوحدها. هنايا زدت ليها الموتزاريلا وانا راه حطيتها الطريقه ديال اختي وكتعاود تدخلها الفران عاد كيذوب هذاك الفرماج صافي كتخرجها وعاد كترش عليها واحد الرشيشه قالت لي واحد الرشيشه ديال ماما اكثر ومن بعد تقدر تزيد شويه ديال زيت الزيتون واحد الفيلي ديال زيت الزيتون. هيا والبغري الخميرة ديالنا هو انا هذا خلطته انا في الدار كملت ليا الخميرة ديالي وجبته معايا 3 ساعات في الطريق خمرت الطريق يعني استعملت فيه السميدة وزوج ديال الكيسان ديال السميدة وزوج ديال الكيسان ديال الدقيق الكامل والماء على حسب بصراحة الخليط ما عبرتش الماء. وصافي ها هو الوليدات حطوا هما اللي حطوا لينا الطبله هما اللي حطوا كل شيء هادشي البغرير بالخميره البلديه وهاد الرغيفات هادو اللي حضراتهم امينه بطريقه ديالي بنفس العجينه نفس الحشوه نخلي لكم الرابط ان شاء الله اسفل الفيديو. هادو الرغيفات عاديين يعني مسمنات عاديين والبيتزا ديال سميره اختي اللي كل شيء كيحمق عليها الصراحه كل شيء كيبغي ياكلها وهي اللي تكلت يعني اكثر من الاشياء الاخرى كتجي زوينه بزاف. وانتم ممكن تعمروها باش ما بغيتو بالطون بالخضار باللحم داكشي اللي كيعجبكم. هنا هذه البيتزا ديالي انا عمرتها بالخضر فيها القرعه الفلفله مطيشه بدون جبن يعني ضروري ما كنكثروش فيها الخضره صافي. وكانت هذه هي المائده ديال الافطار حتى المورا السحور مورا الفطور عاد كنحطوا الحلو هذا البلاطو اللي كنت شاركت معاكم والكنافه جابتها امينه اختي غادي نقول لها من بعد تعطيكم المقادير ان شاء الله. وبالنسبه للبسبوسه غنشاركها معكم ان شاء الله. هنا قلت الأمينة تعطينا المقادير ديال الكنافه لانها عجبت بزاف الوليدات كملوها كامله ما شاء الله. شنو هما المقادير أمينة اللي جابتها عند اختي سميره؟ صيبت دابور لا كريم اللي كنديرو في الوسط درت المقادير ديال نص اترو ديال الحليب درتو فوق النار مع 3 معالق ديال النشا وجوج المعالق كبار 3 معالق كبار ديال النشا وجوج المعالق كبار ديال السكر حتى طيبتهم مزيان فوق البوط على نار هاديه حتى بدات كديت كنحس بهم بلي ولاو بحال لين كريم بداو كيعقدوا شويه حيدتها من على البوطه وزدت فيها شويه ديال مزهر على حسب الفايز كل واحد وكيفاش كيبغي على حسب الذوق على حسب الذوق. من بعد الكنافه بششتها عندي بسستها خديت 400 غرام ديال الكنافه وبسستها بكاس ديال الزبده بسستها مزيان ومن بعد درت لا بروميير كوش درتها في الفران طيب شويه تحمر شويه خرجتها ودهنتها بلا كريم ديالي اللي غتكون ملي كتبرد غنخليوها حتى كتبرد كتكون عقادت شويه من بعد كنحطوها فوق الكنافه لا بروميير كوش. انا زدت من عندي 6 الكاوكاو مهرمش باش نقدروا شويه ديال نقدروا نزيدوا مكسرات اللي بغينا كل واحد وكيفاش كيديرها. ومن بعد زدت هذاك لا دوزيام كوش ديال الكنافه كوش ثانيه ودخلتها للفران تحمرت مزيان. من بعد خرجتها كنت ديجا وجدت القطر ديالي القطر درت كاسونس ديال الماء مع كاس ديال السكر اللي طيبتهم فوق البوطه حتى بان ليا بلي السكر داب عاد حيتهم فوق البوطه وزدت فيه شويه ديال الحامض تقريبا معلقه ولا معلقه المهم كل واحد وكيفاش الذوق ديالو وزدت فيهم المزهر حتى هو. ومن بعد
كنسقيو الكنافه ديالنا وهي سخونه والقطر يكون بارد، يا اما القطر يكون بارد والكنافه تكون سخونه، اولا الكنافه بارده والقطر سخون. قاعده صافي، هذا مكان صافي. قادات ما شاء الله، قبيله ما قدرناش نصوروا لان كانوا البيدات مجموعين على الطبلة. وهنا هذا البلاطو ديالي، هادشي اللي بقى منه، وهادي اللي بقى تحت نخدم منه، هذا شي وحيدات. هادي اللي بقات حلوه، ماشي مشكله، هادي كتصبر. وهادي ديال الشكلاط كلاوها حتى هي شي شويه، بقى منها غير هادشي. هادي اللي تشاركتها معكم، نخلي لكم ان شاء الله الرابط اسفل الفيديو. ايوا الكنافه هي اللي دات سوكسي، هي اللي كملات كامله.